عايز احيي موسيماني واقول له برافو والله ينور. انا شخصيا يا جماعه ولا يفتى ومالك في المدينه لان معايا ضيف كبير جدا، عايز اقول ان المباراه دي تجربه قويه لمباراه كايزر تشيفز. طبعا انا لا اتوقع ان كايزر تشيفز يلعب بالسوق اللي لعب بيه المقاولين العرب، ولكن هي بروفه جميله وتكتل دفاعي نادرا ما تجده، يعني هذا التكتل بال عليه الزمن، وهتكلم مع ضيفي في هذا الموضوع. ولكن النهارده الاهلي يفوز 2-0 في ظل وجود 11 لاعب من 11 لاعب في نص ملعب المقاولين، وضيف عليهم 10 من الاهلي باستثناء الشناوي، انت بتتكلم في 21 لاعب بيتحركوا في الثلث الاخير من ملعب المقاولين العرب، فدي بروفة قوية جدا 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 للنادي الاهلي. عشان كده ارجوكم اسألوا ضيفي النهاردة وقولوا لي رأيكم ايه في تعامل موسيماني مع التكتلات الخرسانية الدفاعية للمقاولين العرب ولعماد النحاس. انا شايف ان عماد النحاس تأثر بالحملة اللي اتعملت عليه في الدور الاول من البعض لما قال ان عماد فوت المباراة، لان عماد النحاس ده مش لعبه، ومن العيب ان احنا نشوف مباراة في الدوري بهذا الشكل، اسوأ مباراة للمقاولون العرب على الاطلاق. وللأسف المدرب اللي بيدي ودانه للمدرجات ويتأثر بالاتهامات الباطلة مدرب بيخسر كتير جدا. اسوأ مباراة لعبها عماد النحاس على الاطلاق. انا ما بتكلمت بفنيات، ولكن الشكل اللي انا شفت فيه المقاولين العرب شكل مش كويس وشكل مخزي ولا يليق بالمقاولين العرب. اخر 10 دقائق ولما الاهلي جاب الهدف الاول لصلاح محسن، الصحيح بنسبة 100% بناء على الاعادة التلفزيونية رغم تعطل الفار لانقطاع الكهرباء فترة طويلة في غرفة الفار في استاد بتروسبورت، ولكن كان الفار حاضرا في هذه اللقطة واعطى للاهلي حقه، وهدف صلاح محسن صحيح 100% وترجمة عادلة من السماء لتزيد الاهلي لهذه المباراة. كمان هدف محمد شريف رائع، وانا شايف كمان ان بواليا، وكنا بنتكلم ده في سلطة التحرير مع ضيفنا الكبير، بواليا لعب احلى فترة منذ ان جاء للنادي الاهلي وعمل اسيست الهدف الثاني لمحمد شريف. فللأسف عماد النحاس تأثر كثيرا بكلام المرضى والمتخلفين اللي اتهموا بالتفويت في الدور الاول، وده كان واضح من الخوف والرعب اللي لهم بيه. وعجبني جدا نجمنا واحنا بنتفرج في صالة التحرير على الماتش ان هو هتعلق، قال لك يعني كان الكابتن عماد كان لازم يجازف احسن من كده، يعني عشان اسمه واسم نادي المقاولين، لان ما يستحقش الكابتن عماد ان نقول دي اسوأ مباراة. انت لاعب الدور الاول وكنت فاز 2-0 والاهلي فاز 3-2، ولكن كل الناس طلعت اثنت عليك. تأثرك بالمرضى واللي قالوا فوت كانت النتيجة ان النهاردة لا اداء ولا نتيجة، والعدل انك انت كنت تتغلب 2-0 مع الرأفة. فبرافو جدا موسيماني وبرافو النادي الاهلي. هذا رأيي سريعا، والمقدمة انا بس قلتها عبال حضرتكم ما تتجمعوا، لاني لازم ارحب بضيفي في وجود الالاف من المتابعين لينا سواء على صفحة تحيا مصر على الفيسبوك او على قناة عبد الناصر زيدان على اليوتيوب، وكمان معانا 3 منصات تانية، الاعلامي عبد الناصر زيدان على الفيس، والاعلامي عبد الناصر زيدان 2 على الفيس، وصفحة كورة بلدنا على الفيس. ارجوكم شيروا ولايكات، واول ما تدخل على طول اعمل لايك وشير واكتب سؤالك وقول لنا رأيك ايه في اداء عماد النحاس المخزي، ورأيك في ذكاء موسيماني والتعامل مع المباراة، وهل انت شايف دي فعلا تجربة لكايزر تشيفز ولا عماد النحاس بالغ ولا يمكن ان نرى فريقا بهذا السوء الذي ظهر به المقاولون العرب. ضيفي الليلة احد نجوم مصر اللي شرفونا كلاعب وكمحترف، حد يعني معروف بالرجولة والجدعنة والشهامة، وشرف لينا في تحيا مصر ان ينضم الينا في مباريات الاهلي بالتناوب مع الكابتن حمادة صدقي، وان يكون معنا في اهم المباريات على مدار الموسم. النجم الكبير
الذي شرفت به وصديقي منذ سنين لما احترف في ألمانيا، يعني كان من أفضل الناس أصحاب التجربة الاحترافية، كان بيلعب في أكتر من 4-5 مراكز، لما درب كان مدرب ناجح لأنه ابن بلد وجدع، نجمي الكبير ابن النادي الأهلي ونجم مصر الكبير الكابتن سمير كمونة. مساء الفل أبو سمرة. حبيبة مصر، شكرا على المقدمة الجميلة دي. حبيبة كابتن، كلام حلو قوي على الناس كلها وعليا، وانت تملي منور ومميز بقى بصوتك الجميل ده. حبيبي كابتن، منورني يا كابتن. ربنا يخليك، ده نورك، انا اللي بتشرف بيك النهارده. ربنا يخليك. يمكن انت كنت قارئ جيد للمباراة واحنا بنتفرج، ولكن كراجل كوير وده الكرير بتاعك، يعني كنت زعلان من الاداء اللي كان عليه نادي المقاولين العرب. شايف زي ما انا قلت ان الكابتن عماد تأثر بالحملة الظالمة اللي اتهم فيها بالتفويت في الدور الاول، وظهر الخوف المبالغ فيه من الاهلي في هذه المباراة يا كابتن؟ مفيش شك عماد اتأثر شوية من بعض الاقاويل اللي اتقالت قبل المباراة، مش هو بس، حتى كمان دخل عبد الجليل معاه ومدربين تانيين قبل اي مباراة مهمة، خصوصا مباراة الاهلي. يعني عارف، وكمان مباراة الزمالك دخل فيها قبل كده كاب طارق يحيى وكابتن حلمي طولان. يعني المشكلة بقت مزمنة ناصر عشان خاطر الاتهامات الكاذبة زي ما انت قلت. صح. فعيب، ما ينفعش الناس دي سمعتها. احنا جماعة، احنا مصريين ومصريين جدعان قوي، وما ينفعش كل واحد بيثبت ذاته ومفيش مدرب عايز يخسر. لكن انا ما تأثرش بالكلام ده. صح. عشان خاطر انا منتمي النادي، وده حاجة اسمها شرف المهنة. برافو عليك. ما ينفعش يا كابتن ان انا اكون عندي فريق والعب لمصلحة فريق تاني. انا ربنا مش هيكرمني. فالموضوع ده مش موجود تماما. انسوا يا جماعة الموضوع ده خالص. احنا في بلد محترمة، بلد نعرف ربنا، ما ينفعش الكلام ده. وسيبنا بقى من الكلام ده، ان في السوشيال ميديا بنتكلم يا كابتن عبد الناصر، بنقول ان في سوشيال ميديا ايجابية وفي سوشيال ميديا هدامة. صح. يعني مش عايزين نقول السوشيال ميديا الهدامة دي تبقى هوا، لان بتأثر على الرياضة واي مجال كمان، مش الرياضة بس. احنا في بلد كبيرة وبلد محترمة، وعندنا رياضة وعندنا فرق محترمة زي الاهلي والزمالك، احسن فرقتين في الشرق الاوسط، والناس كلها بتتكلم على الاهلي والزمالك في العالم كله. وعندنا النادي الاهلي مشرفنا، و33 على العالم، وتالت عالم في كاس عالم الاندية. يعني عندنا اندية بنفتخر بيها، وعندنا مدربين وعندنا اسامي ولعيبة بنفتخر بيها. لكن اللي بيتقال عيب، ما يصحش يا جماعة. احنا بنتكلم على مدربين كانوا لعيبة محترمة في ايا كان، سواء اهلي او زمالك او اي فريق. ما ينفعش الكلام ده يتقال، لازم الموضوع ده يتبتر خالص او يتشفر خالص من حياتنا الكروية او من الساحة الكروية، عشان ما يبقاش فيه يعني رغي في الموضوع ده كتير، ويبقى فيه مشاكل تحصل. النهاردة شفنا الراجل عماد النحاس النهاردة ما لعبش بكل قوته، ان هو برضو معذور ان هو باع سيف الدين الجزيري وباع طاهر. طاهر متعلق مع نادي الاهلي، وسيف الدين الجزيري متعلق مع نادي الزمالك. يعني الاتنين نجحوا الاهلي والزمالك، وهو مش قادر يعني يطلع البديل الكفء، ان هو على الاقل يسد بعض المواقف وبعض الثغرات الموجوده، او التلت الهجومي يقدر يشغله بشكل كويس، لان ما عندوش البديل الكفء. مع احترامي للموجود، مع احترامي للبديل اللي موجود، ما هوش البديل الكفء. انما الراجل النهارده حاول وابتدى يلعب على الكونتر اتاك، ويلعب 5-4-1 او 4-5-1 زي ما تحسبها. المهم ان هو في كثافه عدديه دفاعيه كتيره جدا اثرت على اداء النادي الاهلي. ما عرفش ان هو يروح للجون كتير، عشان قوه دفاع نادي المقاولين حاطط زي ما بيقولوا عمدان خرسانه تبع شركه المقاولين. فالنادي الاهلي صعب ان هو يخترق الموضوع. بيفكرني بمباراه البنك الاهلي الدور الاول، نفس المباراه ونفس التكتيك اللي بيلعب بيه الكابتن محمد يوسف، لعب بيه النهارده الكابتن عماد النحاس. لكن النهارده مباراه وان سايد جيم بالنسبه للنادي. بس هو الفرق ما بين الماتشين ان هناك الفار كان ظالم، والنهارده كان عادل. ده خلاص، هم حالتين. برافو عليك. كان ايمن اشرف جاب جون وصحيح 100% جدا في البنك الاهلي. في اوروبا يضحكوا علينا، الراجل التاتش الاولاني جه، وبعدين اللمسه بتاعت الاحتكاك مع المدافع. فدي في الحاله التحكيميه او القانون عادي جدا بيسمح لك. انت بتشوف كريستيانو رونالدو لما بيطلع بياخد التيك اوف 2 متر
90 سم او 3 متر حاجه تفرق يعني. انت بيلمس وبيحط جون وما بتحسبش عليه فاول. شايف ان مباراه المقاولين النهارده تيبيكال من الاهلي والبنك الاهلي كربون، بس كربون. كمان النهارده النادي المقاولين كان بيدافع اكتر اكتر اللي نجح موسيماني وخلاه يكسب 2-0 ايه يا كابتن عبد الناصر؟ اتفضل. ان هو غير الطريقه، طلع النهارده ياسر ابراهيم وكان طالع حاسس ان هو زعلان شويه، بس ايه انت قلت لي ده تكتيك مش تكتيكي، غير في طريقه اللعب، كان بيلعب 4-2-3-1 راح مطلع ياسر ابراهيم راح عامل ايه؟ مرجع حمدي فتحي جنب ايمن اشرف واكرم توفيق، لعب بثلاثه ورا، لعب بثلاثه 4-3 كده، زود الكثافه الهجوميه، حط قفشه وطاهر وديال والشحات في نص الملعب، ونزل بواليا بعد كده في التغييرات، لعب محمد شريف وبواليا في الودين، يعني عدل الطريقه. بعد كده ابتدى يطلع خروج ياسر ابراهيم ونزل بواليا، وبعد كده خروج حسين الشحات ونزل صلاح محسن، وبعد كده ايه نزل كهربا وطلع طاهر، ونزل كمان بدر بيقول ان هو لما ابتدى يجيب الجول قلق شويه. فتعديل الطريقه هنا يا كابتن عبد الناصر ادت مساحه للنادي الاهلي ان هو يتحرك في المساحات ويتحرك في اللونات سواء اليمين او الشمال، ويخلق مساحات كمان وفرص لمحمد الشريف. تمام. بالذات كمان لما نزل صلاح محسن، صلاح محسن لما نزل لا تغيير ايجابيه وبيكمل يعني ما شاء الله حصان في الملعب يعني، وجاب جون كمان يعني، دي برده كانت ميزه، التغييرات كانت لموسيماني ايجابيه.